السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنني أتصفح في هذا الكتاب ورأيت هذه المعلومة التي سبحان الله أنا قلتها في حصة ماضية، وقلت هي من اجتهاد شخصي من قناة دكتور سيف فيوتشر، لربما موجودة في الكتب ولربما لا. ألم أقل لكم ثقوا بالعلماء العرب؟ ألم أقل لكم ثقوا بجماعتكم العرب، ليس فقط الأجانب، الأمريكان، البريطانيين، جامعة أوكسفورد، الجامعات المعروفة، ليس فقط هذه الجامعات من لديها علماء. يعني نرى سبحان الله جماعتنا العرب أوقفوا عقولهم واعتمدوا 100% على الأجانب. فلو كان شخص عربي وقال لهم لدي معلومة أو اخترعت شيء، ليقول له اصمت، اسكت، أنت لا تعلم شيء، لا تفقه شيء، أنت لست أجنبي، أنت مو من أمريكا، أنت مو... لا يا أخواني، قلت لكم هيليكوباكتر بايلوري، قلت لكم في حصة سابقة من حصص الميديكال مايكروبيولوجي، قلت لكم بأن إذا تبقى الهيليكوباكتر بايلوري تؤدي إلى سرطان المعدة. وأنا قلت لكم هذه معلومة من قناة دكتور سيف فيوتشر، لم أقرأها في الكتب. سبحان الله، أنا وأتصفح هذا الكتاب انظروا ماذا يوجد. هيليكوباكتر بايلوري، this bacteria might cause stomach ulcer and gastritis with symptoms of abdominal pain, nausea and vomiting. Its presence, وجودها increases, يزيد risk, خطر of developing, تطور stomach cancer. الله أكبر. انظروا، يقول لك وجودها يزيد من خطر تطور سرطان المعدة، وها هو مكتوب في الكتب الطبية. وأنا عندما قلتها صح كانت مكتوبة، ولكن لا يوجد شرح لماذا يصبح سرطان المعدة. أنا قلت وذلك لأن بعض الكتب تقول من causes of cancer، أسباب سرطان، persistent irritation، التهيج المستمر، persistent مستديم، irritation التهيج المستديم أو المستمر. فقلت لكم إنها وجودها فهي تهيج المعدة، تعمل قرحة، ألسر، تعمل التهاب، gastritis، تهيج المعدة، تؤدي للنوجة وفوميتك، وتبقى إلى أن تصل ستمك كانسر. وأنا لم أقرأها، وقلت لكم هذه معلومة من قناة دكتور سيف فيوتشر. انظروا، الله أكبر، ها هي موجودة في الكتب الطبية. It's a presence، وجودها increase، يزيد risk of developing stomach cancer، تطور سرطان المعدة. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.